هسه اول شيء ابدي بيه تفاصيل اوكلوزر سيرفيس مال من مال مانديبولر رايت فيرست مولر. اول شيء نبدي بيه بالجروفات، هاي الخطوط هاي نبدي هاي من جهه الميزه والبكا، شو اسميها ميزو بكا، هاي من جهه الديستال والبكا اسميها ديستو بكا، هاي صايره بالوسط شو اسميها سنترال جروف، هاي سنترال جروف الصايره من جهه الديستال هاي شو اسميها ديستال جروف. زين اللي هسه بعد شنو عندنا مثلا صايره من جهه الانجوال شو نسميها، هاي الانجوال سيرفيس هاي نسميها انجوال جروف. الصايره من جهه الميزه شو اسميها ميزه جروف، هاي اذا صار عندي ديستال وميزه وعلبكة ميزه وديستال عالبكة وعندي الانجوال، هاي كلها جروفات. هسه ابدي اقشر واتعلم الجروفات اللي صايره عندي. اول شيء من جهه الميزه اذا شو اسمه ميزه جروف هذا، زين من جهه الديستال شو اسمه ديستال جروف هذا، الوسط شو اسمه سنترال جروف. زين بعد شنو عندي، عندي جروف هنا صايره البكال اللي البكال طبعا اثنين جروفات، الصايره من جهه الميزه شو اسميها ميزيو بكال، الصايره من جهه الديستال شو اسميها ديستال بكال جروف. زين اللي صايره من جهه اللينجوال شو اسميها لينجوال جروف، عافيه لينجوال جروف. هسه ابدي اقشر الكاسبات، الكاسب هي شنو هي مثلث، مثلا عندي هذا الكاسب هنا صايره هاي شو اسميها ميزة والبكا اسميها ميزة وبكا كاسب، الصايرة هنا هي ديستو بكا البكا سيرفيس من جهة الديستو ديستو بكا، اللي صايرة هنا هي لينجوال كاسب بها هم اثنين، الوحدة صايرة من جهة الديستو اسميها ديستو لينجوال وصايرة من جهة الميزة اسميها ميزو لينجوال، وهاي الكاسب الصغيرونة الزايدة كأنه هيجي كلش صغيرة هاي اسميها ديستو كاسب. هسه ابدي اقشر الرج، طبعا الرج هي الارتفاع اليمين يجي من التيب مال كاسب الى السنترال فوسا، مثلا هذا رج هذا الارتفاع نسميه ترانسفيرس رج، هذني هاي الديستو بكال لينجوال صار من جهة الديستو هذا الديستو وعلى البكال بكال وتميد امام على اللينجوال باي ديستو بكال لينجوال رج. هسه عندنا بيناتهم شنو صار عندي فوسه انخفاض، يعني ديبريشن او شالو ديبريشن يعني انخفاض بسيط، مثلا هذا السنترال فوسه هذا الفوسه اللي صاير هنا بالوسط هذا الفوسه، عندي مثلا من جهه الميزه الفوسه هاي انخفاض صار من جهه الميزه، عندي الديستال فوسه هذا انخفاض صار من جهه الديستال،